مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ودائما مثل هالوقت بنلتقى مع الاتصالات، وطبعا اذا في حلول نحن بنتمنى اليوم قبل بكره، وهذا يلي دائما نحن بنحاول انه نقدر نتابعه مع كافه المعنيين. ولكن كلنا بنعرف المرفق العام اليوم بعده معطل، لانه معظم الادارات بعدها بتفتح او نهار بالجمعه او نهارين، وهذا الشيء اكيد باخر كثير معاملات الناس. وكمان بدي ذكر انه هيئه السير حاليا امنت موضوع دفاتر السيارات، ولكن هالجمعه كمان لبكره بعد عندها تستقبل كل لليوم فقط تستقبل كل الارقام الشخصيه الجديده اللي بدهم يتسجلوا، اللي هي من الصفر للاربعة. واكيد نحن بانتظار الاسبوع المقبل لنعرف لاي فئات بدهم يسجلوا السيارات الجديده. معلومة. من بعد ما عين وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مواعيد امتحانات الشهادة الرسمية، الامتحانات الرسمية، كمان أعلن أيضا بموجب مذكرة أو قرار حمل رقم 261 على 2023 تحديد أيضا مهلة قبول الطلبات لامتحانات الكولوكيوم للعام 2023 دورة الأولى، ومددها 8 أيام إضافية وفقا للجداول التالي. الامتحانات الخطية لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان 2/17/7 و3/18/7 و5/20/7. أما بالنسبة للامتحانات الشفهية والخطية لمتخرجي الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والصحية، عين سبت 22/7 2/24/7 بالجامعة اللبنانية الحدث 3/25/7. وبالنسبة وأيضا عين 4/26/7، وعين أيضا الخميس 27/7 والسبت 29 تموز 2023. في ملاحظة كمان موجودة أنه في حال صودف عيد رأس السنة الهجرية يوم 3/18 تموز، تنقل الامتحانات المحددة بهالتاريخ إلى يوم 4/19/7. في حال صودف ذكرى عاشوراء الخميس 27/7 تنقل إلى يوم الجمعة 28/7، وتقدم طلبات المرشح لامتحانات الكولوكيوم لجميع الاختصاصات عبر الرابط الإلكتروني التابع طبعا لقسم الكولوكيوم بالمديرية العامة للتعليم العالي، اللي هو dhhe.moshe.gov.lb، بفتكر بعد شوي بنحطه على الشاشة، وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة فيما خص الطلاب المتخرجين من جامعات خارج لبنان، ومن قبل مندوب الجامعة المعنية من مؤسسات التعليم العالي داخل لبنان. أما فيما خص خريجي كل منها فعلى أن تقدم الطلبات ابتداء من يوم الأربعاء الموافق في 10 أيار ضمنا، وتنتهي يوم الخميس 6 تموز ضمنا، بالإشارة أنه الرابط رح طبعا يعلق عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم وتاريخ المحدد أعلى. هلأ نحن بعد شوي منحط على الشاشة الرابط يلي من خلاله طبعا أنه بدكم تقدموا للامتحانات الكولوكيوم. متابعة. اتصالاتكم على 04-444-444. وبدي انتقل إلى عيلوت المنصورية، وأيضا موضوع النفايات والصرف الصحي قدي عم يأذي الناس، والمصدر عين سعادة. ألو ألو بونجور. بونجور أهلا. يعطيك العافية ست ربكة. عنا شكوى على بلدية عين سعادة. نعم. نحن ساكنين بالمنصورية حي عيلوت حد الكنيسة، في كنيسة كابيلا مثل ما مبين يمكن عندك بالصور. نحن صرنا فترة أكثر من سنة ونص عم نعاني من مجرور محولته بلدية عين سعادة على سائل صغيرة، هي سائل للماء محولين عليها المجرور.
نحن عم نشوف الصور. نعم مبينين الصور عندي كيف النيل. يعني نحن شفنا المجرور. الكنيسة وشفنا المجرور وبعدين سارحة يعني المجارير يعني مش هيك مجمعة أو شيء، لا سارحة كمان. وعدنا يعني عم نراجع البلدية، رجعنا مسؤول الأشغال، رجعنا رئيس البلدية، رجعنا الشرطة، كل واحد بيدفن على واحد، يحكوا مع هيدا يحكوا مع هيدا، صارنا سنة سنة ونص ما وصلنا لنتيجة أبدا. وهالمجرور عم بيمر حد يعني بهالسقية اللي هي قريبة على السكن؟ على المحل حفة الطريق هيدي سكن، هيدا سكن يعني في خمس مطورة بيننا وبين بين السقي، في خمس مطورة يعني روايح وبرغش وإلى ما هنالك كل شيء كل شيء، وعنا أولاد مرضى عندهم ربو عندهم. إيه بس سؤالي ليه محولين من عين سعادة؟ يعني هي من عين سعادة البلدية عندها علم بتحويل هالمجارير هيدي؟ صرنا مراجعينهم 100 مرة، صرنا سنة ونص. شو بيقول رئيس البلدية؟ كل مرة بقول رح نعالجها رح نعالجها رح نعالجها. من سنة ونص ما عالجوها بعد. صرنا سنة ونص، حكينا عن الأشغال من شي شهرين، توصلنا مع المسؤول عن الأشغال، قال رح يحكي له رئيس البلدية، قلنا له يا خيي كل واحد عم يدفن على الثاني، ونحن كل ليلة ما فينا نصر لا نفتح شباك ولا نقدر نسهر برا ولا شيء، عندنا اولاد عندهم حساسيه وعندهم ربو وكمان نفس الخبريه، يعني ما بيقدروا ما فيك تنامي كل الليل، البرغشه الى جوانح يعني ما مش لا مقبول. طبيعي نحن عم نشوف السكن وعم نشوف قديش قريبه على السكن، وشفنا القصر مكسور كمان، ويعني عم نشوف هالصور، بتمنى يشوفها رئيس البلديه ما يزعل منا، لانه ظاهر كل ما حكينا عن قضيه بفكر انه نحن يعني عندنا شيء ضده، بالعكس نحن بنشكره دائما بيتجاوب معنا، ولكن هذا البرنامج اذا له سنه ونص عارف بالمشكله ومحلها، اقله نحن نفرجيه اياها نقول له تفضل شوف انه هيدي لما طلعوا اشتكوا على القليل لو بعتت حدا وشفت ما كنت بتقبل، ما حدا بيقبل يسكن مكان ماشي هالمجرير والمي القاسنة يعني اللي كلها أمراض واللي كلها روايح واللي كلها بعوض واللي بدكن إياه حد بيته مين مكان يكون. فمن سنة ونص هالناس عم بتعاني، معك حق إنك تتصل فينا وتبعت لنا هالصور، وأنا بدي أتمنى على رئيس بلدية عين سعادة إنه يبعتوا يكشفوا ويعالجوها، نحن ما بدنا بس كشف بدنا معالجة. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. ألو. إيه أهلا نسيو. يعطيك العافية. أهلا. هذه رابع مرة بتصل لك من المنصورية. إيه شو في كمان بالمنصورية اليوم؟ لك إلنا سنة وأربعة أشهر بلا ماي. أف. لخافوا الله يلعن لبنان ويلعن أحجاره. طول طول بالك يا زلمة. ليك. شهرية مليونين وخمسمائة ألف ماي. 4 ملايين شو مليونين؟ المتر ب 4 ملايين و187 ألف. لك عم نشتري مي. المي ايه ايه صار متر المي 4 ملايين. مليونين و400. استاذ انت وين بالمنصورية؟ بالمنصورية شرق وين شمالي بنك بيروت. بنك بيروت قرب بنك بيروت؟ وين بنك بيروت من الشمال. اوكي. ما بعرف شو الله غبين على يعني الساعة اللي جينا على المنصورية. لا يا زلمة طول بالك شوي المنصورية. أربعة أشهر. ليك خليني أشوف شو القصة. حكينا مع الموظف طبعا الماي. استاذ بس بدي أسألك يعني ما بتجي أبدا أو بتجي خفيفة؟ كل 10 أيام بتجينا نص برميل. نص برميل يعني عم تجي خفيفة. كل 10 أيام لكم ليلة بتجينا نص برميل. ايه اوكي يعني كتير خفيفة. معقولة؟ ايه معقولة. في ناس إلا أكثر في ناس إلا أكثر من شهر ما شايفات الماي. ليك نحن رح نشوف مع مياه بيروت ليش قضية المنصورية. أهلا وسهلا فيك، بس أنا بدي أطلب منك تترك رقمك عند مدام ريتا، لأنه مرات بيطلبوا أنه الناس اللي بتشتكي يسألوها أكتر، يعني ممكن يتواصلوا معك من مياه بيروت يسألوك وهيك يعني الموقع وكل شيء، بس ترك رقمك لو تسمح. مرسي. على كل حال يعني مش بس بالمنصورية، كل وسط المتن يلي بياخد من جعيطة في عندهم مشكلة مي. هلأ حاليا يلي عم ياخدوا من محطة دبي لأنه مأمن الكهرباء المي عم توصل ماشي الحال. هلأ بالنسبة لتلة الخياط في مشكلة بتلة الخياط، المشكلة مش من دبي ما عم تعطي، لا بتلة الخياط في مشكلة أنه عم تتحول المي على شارع يموت وعم تتحول على الكامب الفلسطيني،
يلي معني بموضوع تلت الخياط، يعني المسؤول مفروض هو يعرف كيف بده يوزع المي حتى ما يحرم المنطقة تلت الخياط وكل حواليها من المي، لأنه هن أكتر شيء عم يشكو أنه ما عندهم مي حاليا. أما وسط المتن يلي بياخدوا من جعيتا بعد لليوم ما بعرف لي بعد ما عندهم مي، وفي عندهم مشكلة، في مشكلة بجعيتا بعد ما بعرف شو هي هالمشكلة، بس مش مفروض أنه كل هالمنطقة وسط المتن يكون قاعد بلا مي. يعني هيدي نداء للمعنيين يخبرونا ليه من جعيتا ما في مي للمشتركين يلي بياخدوا من محطة جعيتا. بالنسبة للكولوكيوم حطينا ويب سايت أكيد يلي بده يشارك بالامتحانات ويتسجل، هذا الويب سايت يلي حطيناه وقلنا تمددت 8 أيام وآخر يوم الساعة 12 بينتهي، يعني بيوقف الويب سايت، وهو آخر يوم هو بعد ظهر الخميس 6 تموز 2023. بأخذ كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور، أهلا، كيفك؟ تمام؟ إيه الحمد لله. معك صلاح من أبلياس. إيه أهلا من أبلياس. نعم، نحن عندنا مشكلة بمعمل الكبيس، هي مايته ماي عاطلة، يعني ماية المجارير وكل شيء الخزين اللي بيحطوا فيه الماي بنهار الساعة 5 عشية كله بيفتحوا على المجرور على مية الصقاية. تمام؟ نحن بعتنا سنة الماضي على طلعة مارة فحصنا الماي، طلعت الماي ملوث كتير، وهيدي الماي عم تعمل ريحة كتير قوية وعم تعملنا مشاكل، يعني حوالينا شو ما واحد أمن شو ما واحد حط ما فيك تقعد. وقدمنا شكوى على البلدية، البلدية ما عملت شيء. بلدية أبلياس؟ نعم. نعم. يعني ما أنذروا صاحب المعمل بموضوع المي؟ أنذروا وبعتنا لهم أمن الدولة وبعتنا لهم مين من كان، بس هيدا مدعوم الزلمة. هيدا كل الموضوع. نحن رح نرجع نشوف نتبع لنشوف ليش، يعني هو معمل اسمه معمل جودي. جودي؟ نعم. أوكي. معمل جودي بأبلياس بمنطقة السهل. السهل، أوكي. نحن رح نحكي البلدي نرجع نشوف ليش، يعني لو سمحتي. أهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتبه. منتابع الحلقة عبر الام تي في. بياخذ اتصال جديد. الو. يتفضل. الو. اهلا مسيو، تفضل. الله يسعد لك المساء استاذ ربيك. اهلين، كيف صحتك؟ منيحه الحمد لله، وانت؟ تمام. انا بشكرك وبشكر ذات الام تي في واهتمامكم للشعب والشكاوي. اهلا وسهلا فيك، تفضل. الله يتفضل. انا لي مقدم على الهويه اللبنانيه من 15/2/2023. شو 15/2/23؟ يعني كان بالشهر 15 يوم، يعني من بدك تقولي من 15/2/2023. اوكي اوكي، مش باط، يعني مقدم على هوية. نعم. وكل ما كل ما براجعهم بيقولوا لي البريد ما اجى ولا رجع البريد، يعني شيء عجيب اللي عندنا بالبلد، انه ضمن لبنان بده شهرين و12 يوم ما بيجي البريد. استاذ ربيك. ايه بس سؤال، وين باي منطقه حضرتك؟ انا من لقاعات في عكار. لقاعات عكار؟ شمال. ايه نعم. اوكي. مين عم بيتبع لك اياها، المختار؟ في مختار محمد خشبي. نعم. ايه وشو عم بيقول لك المختار؟ بيقول لي ما اجى البريد، يعني بننزل وانا نزلت مرتين على النفوس بيقولوا لي ما اجى البريد. اوكي. هي باسم حضرتك ال باسم احسان محمد علي، يعني بتعجب انه الوزير الداخليه بسام المولوي انه كيف هوية بتقعد شهرين و12 يوم. اوكي. احسان محمد علي؟ علي. اوكي. خلينا نشوف. يعني هلا انت يعني هلا هي بعدها بالداخليه، يعني بعد ما راحت على نعم ما بعد ما راحت على دايره النفوس تبع الشمال، لازم تطلع دايره النفوس. ما راحت على دايره النفوس الشمال. نعم. الشمال. اوكي. الشمال وين؟ بحلبة. بحلبة. نعم. اوكي اوكي، اهلا وسهلا فيك. رح شوف اذا بقدر اعرف شيء، يعني لك شغله، لانه دوائر النفوس بالمناطق ما عم تفتح الا نهار واحد او اثنين، عرفت؟ مش عم تفتح
أكثر من هيك، يمكن بالمناطق كمان مرة واحدة، بس ما بعرف بحلبة الداية عم تفتح كم نهار من هيك، ما بقدر أقول لك تأخير إذا لهالسبب أو شي تاني. بس أنا على الاسم والتاريخ رح جرب أني أعرف شي عن الهوية تبعك. كمان اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبا، كيفك؟ مسرو بك. الحمد لله. معك مواطنة لبنانية بدون ذكر أسماء. بليز بدي عندي شكوى. بليز هيديك السنة أنا عندي أولاد بأوروبا، أجوا لحتى يجددوا باسبوراتهم وهيك، كان في قصة الساعة 3 الصبح الفجر بعدها اليوم بعدها. اليوم طلعوا على بعبدة ليقدموا، طلعوا الساعة 5 العالم. أخذوا 50 طلب، على 50 وقفوا. صحيح. وبكرة ما في. بدي هون نبه انه بكرة مراكز الامن العام منا فاتحة نهار الجمعة، كل جمعة. تفضلي مدام، انت وين؟ بأي منطقة؟ نحن بمنطقة بشامون، انا نفوسي من بيروت اساسا، بس لانه ساكنة الى 20 سنة وهيك عملنا اوراق المختار هون بشامون. المهم بالموضوع هيدي قصة الخمسين انسان بده يجي الساعة 4:30 او 3 الفجر ياخدوا الاسماء، بعدين بينادولن بين التسعة وبين الوحدة انه انت بيطلع دوره، الله اعلم ما بيعرفوا الواحد، يعني مثل الشخص الذليل. يعني هديك السنة لما اجوا اولادي ما جددوا الباسبورات بسبب هالقصة، والسنة كمان نفس القصة، انا بدي كرمال 2 مليون وعلى 10 سنين وزل مسربكة. فهمت علي؟ فهمت عليكي، لانه اليوم في ناس كمان عن نفس الشيء قالوا لي. انه انا قالوا لي طلعوا على بعبده، يمكن انت كمان بعبده ما هيك؟ ايه بالضبط. ما بعرف جبل ليش لبنان. ما بعرف اليوم بعبده بجبل لبنان بس بياخذوا 50 طلب، والناس عم تقوم من الساعه 5 تقعد بامام الدائره تاخذوا، بس ما بعرف ليش 50 طلب. ما بعرف. لا يعني انا نزلت رجعت على الصادق وعلى بيروت. نعم. كانوا بين تقريبا بين ال 180 و 200 طلب. الناس عم بيعاملوهم بطريقه انه قلت لهم انه قال وين مقدمه انت، وين بيتك؟ قلت لهم بالمنطقه الفلانيه انه بجبل لبنان. قال بدك تقدمي مطرح ما نطلع عند المختار. مزبوط. لو نفوسك ببيروت ما عم يمشي الحال باي مكان، يعني نفس الشيء بس 180 200 معقوله، بس 50 شخص كثير قليل، والناس قاعده من 5:30 الصبح يعني. بالضبط كمان. بالضبط. وفي ناس بتروح بتقول لك خليكي بلكي رجع اخذ اعطى ارقام وخليكي وكذا. لا لا بعد. لا لانه اللي صار اليوم مع حدا من يلي حكيوني. نعم. انه قالوا له نحن قلنا زمان قاعدين هون من الساعه 5، قال لي كمان من الساعه 4 الصبح. قال لهم بقدر اخذ طلب واحد، اني كانوا 3 اشخاص، اخذ منهم طلب واحد ما اخذ الاثنين، يعني مع انه جايين ثلاثتهم مع بعضهم. على 50 عم يوقفوا، بس ما بعرف ليه بعبده بس او اذا بكل المناطق، ما عندي فكره، بس اليوم حدا اشتكى لي وهذه ثاني شكوى بتجي اليوم. رح نشوف مع الامن العام بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيكي، لانه الواحد كمان ليه بده يروح يقعد من الساعه 5 الصبح؟ ما بعرف. لياخذ الطلب، يعني لما بيفتح الامن العام بس يوصل الانسان بفوت. ما بده شيء يعني، مش بيضطر لازم يروح يقعد من الساعة 5 الصبح. كمان اتصال. الو. الو. اهلا. ايه بونجور. اهلا. مدام ربيكا. نعم. يعطيك العافية. اهلا. انا عندي شكوى بس صغيرة، في عندي خط البيت اللاند لاين. نعم. مش ماشي يعني، صار له جمعة 10 ايام، رجعنا اجيره. ايه. ومثل ما بتعرف كل واحد يعني بيقدفنا على الثاني. جربت قالوا لي في منهم معقولة مشكلة من البيت، جينا فحصنا هون جبنا حدا ما في. وعم ندق لهم كل يوم. انت وين مسيو؟ بأي منطقة؟ بالأشرفية. أشرفية. نعم. يعني أنت متلفن على أجير ومبلغ عن العطل. إيه نعم. شو رقم التليفون تبعك اللي معطيك؟ 01-422. نعم. 354. أوكي. أوكي. إيه لوحدك معطل خطك يا ما بال لا بس وحدنا عندك العمل. نحن بيقول لي من هونيك العمل بوكل من عندك، ما في شيء من عندي انا من هون. فكينا البرايز وشفنا اذا شيء يعني في شيء دقيق ببعضه، ما في شيء ابدا. طيب فقلنا ما قلنا نحكيك بلكي حضرتك بتقدري. اهلا وسهلا فيك، حل لنا المشكله. اهلا. كمان اتصال. يا
يعني حتى اليوم موضوع بموضوع الاتصالات كمان نقابة موظفي الخلوي إن كان تاتش ولا سيليس ناطرين جواب من وزارة الاتصالات على المطالب تبعهم، وإلا رح يرجعوا مجددا إلى الإضراب للأسف. يعني هلأ موضوع أوجيرو ما بعرف شو الموضوع، تأخير بالتصليحات، حتى ولو عنده بوكل، يعني إذا عنده بوكل وجاب حدا وشاف ما فيه مفروض حدا من أوجيرو يطلع، لأنه ما بحق لحدا أساسا لا يصلح كهرباء ولا يصلح تليفون إلا الشركة، يعني صيانة الشركة ما بحق لمين ما كان، لأنه في خطر خصوصا بالكهرباء كمان. بأخذ اتصال، يمكن ما في اتصال. هالصورة صراحة لما شفتها على فيسبوك الحال عنا فكرت حالي عم شوف شي منظر بسويسرا ولا بشي بلد أوروبي، وإذ هي بفنيدق اليموعة، يعني الأموعة، يعني تصوروا شو حلوة فنيدق والأموعة بلبنان يلي مزارون ويلي قريب يطلع يزورون هيدا الربيع الحلو بلبنان، وهيدي طبيعة لبنان اللي بدنا نحن نحافظ عليها، وهيدي فنيدق الأموعة. حبيت كتير هالصورة لأنه كمان بتعكس هيك، بتريح ونقول قديش لبنان حلو وقدي لازم نحافظ عليه. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.